سيد الوزير، السيدات والسادة النواب، بعد استكمال مناقشة مضمون هذا التقرير وطبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقص الحقائق التي تنص على أن المجلس يقرر نشر مجموع أو بعض مضمون التقرير في الجريدة الرسمية، أعتقد أن المجلس يصادق على نشر مجموع التقرير في الجريدة الرسمية. في نهاية هذه الجلسة أود أن أتقدم بأحر التشكرات إلى السيدات والسادة أعضاء لجنة تقصي الحقائق رئيساً ومقرراً وأعضاءً على المجهود المتميز الذي بذله الجميع في إنجاز اللجنة للمهمة المنوطة بها.